كبير واللي يعني يعطي ديك القيمه الحقيقيه لمدينه ميناس، غير ان تنقل بالموازات مع هذا المشروع هذا عندنا المآثر التاريخيه ديالنا ديال مدينه ميناس. هذه مناسبه باش نوجدوها لما يكون واجد هذا المتحف، غادي تكون في الموازات ان هذه المآثر التاريخيه راها موجوده في واحد المواصفات اللي هي مواصفات دوليه. هي سؤال عندي، هذا المشروع تمت الموافقه عليه في 2017، بمعنى الا جينا نحسبوا 17 و18 و19 20 ما غاديش نحسبوها، ثلاث سنوات. شنو اللي خلى هذا المشروع انه يتاخر ثلاث سنوات حتى الان ديال 2021؟ واش كاين شي اكراه بالنسبه المادي ولا الاراضي ولا بغينا هي نعرفوا باش هذا المشروع هذا اللي الان حنايا اكلات الصدر وعجبنا وفرحانين به، واش غادي كاين البدايه ديال الاشغال ديالو او لا مازال غادي ننتظروا سنوات؟ نتمنوا انه يكون في القريب العاجل. شكرا.